يتحدث سبتمبر ويغيز إلى كوراي ويا إرمار، ويفصلان شؤون الطلاق ويتخذان إجراءات للعودة معا في أسرع وقت ممكن، لكنهما لم ينجحا. لا يستطيع سبتمبر التحدث إلى كوراي بسبب مباراة ملك ولا يستطيع يا إرمز التحدث إلى يا إرمار بسبب مرضه. في النهاية قرروا الهرب دون إعطاء حساب لأي شخص. يتم طرح الهدية والحقيقة خارج المنزل. ينتقلون للعيش مع جوليدي. يرسل أرمول أسليم بالقوة لمقابلة ابنه فاتح. بينما ينتظر أوزان أسليم في السجن، يرى بيرشين لقاء أسليم والفاتح. بينما يقاتل سبتمبر من أجل حياتها، يجب اتخاذ قرار صعب للغاية لإنقاذ حياتها. الشاعر في الواقع في حالة خوف كبيرة أثناء انتظار إجابة إسليم على طاولة الزفاف في حين أن الشاعر في عجلة من المفاجأة التي أعدها لأسليم فإن أسليم في معضلة كبيرة يحلم سبتمبر أنهم سوف يجتمعون أخيرا مع ياومز ويستعدون لإخباره بكل شيء يجب أن يتطلع ياريز إلى اجتماعهما أيضا ومع ذلك كلاهما غير مدركين لخطط الملاك إرمول يجعل أوزان يستمع إلى أسليم بينما يطعن جي أشخان يريدها أن تقبل عرض زواج ابنه مقابل تركه على قيد الحياة في الواقع عليه أن يفعل ذلك الشاعر مصاب يعتقد أن زهرة سبتمبر هي عشيقة يا إرمز ولا تخبر عن قضية الطفل الملاك يضع فخ للزهره ويجعلها تسقط يعلق اوشي ارميك على الكابل ويلقي بجريمه الفكر في سبتمبر يتعلم ان زهره سبتمبر ليست من محبي يا ارمز لكنه قرر ان يقول الحقيقه غدا ويغادر في الواقع انه يعاني من معضله كبيره اما ان ينقذ حياه الشاعر او يتسبب في وفاته يستعد سبتمبر لإخبار يا إرمز بكل الحقائق يدرك كوراي أنه سيفقدها إلى الأبد عدنان لديه خطط أخرى ليا أومس يهدد إرمول أسليم علنا بقتل أوزان ويطلب منها الزواج من فاتح أوزان الذي يعتقد أن أسليم تعرض لحادث يعاني من انهيار عصبي ويقول إنه يريد الزواج من أسليم معتقدا انه لا يمكن ان يكون بدون اسليم في الواقع يبقى بينهما ديسمبر عندما علم ملك بعلاقه سبتمبر ويا ارمز يصاب بالجنون يبدا في التخطيط لاشياء سيئه يعترف كوراي الذي هاجم ايل ارمل وهو في حاله سكر انه لم ينم مع ايل ارمل في ذلك اليوم سبتمبر الآن متأكد تماما من أن الطفل من يغيس. يبدأ الرازي بالذعر من الخير إلى الخير في مواجهة حالة ملك السيكوباتية. بينما يشك نرمين في ابنته، قرر ملك استخدام سبتمبر مرة أخرى للحصول على يا إرموس. يتم أخذ الشاعر إلى الجناح في الواقع، إنه يواجه تهديدا خطيرا للغاية. تعتمد حياة أوزان وجوليدي على القرار الذي سيتخذه. الشاعر، مقتنعاً بأنه لا يستطيع الخروج من الداخل، يدعوه إلى جانبه، ويغمر نفسه تماماً في الشعور بأن انتظار أسليم سيذهب سدى. يتمنى ألا يأتي مرة أخرى. في الواقع، سوف ينهار. الفاتح، المهووس بشكل رهيب بأسليم، يضع رجلين بعد برشين لما فعلوه به ويخيفه ثم يعلن الحب لاسليم يقترح الزواج في الواقع عندما يرفض بشده يجعل شول الامر مساله فخر يخبر ابنه انه سياخذ اسليم ينهار يا ارمز كثيرا عندما يدرك ان الارمل ساعد ملك وساعده وملك على ان يصبح عاشقين سبتمبر يأخذ اختبار مرة أخرى لإثبات أن الأب الحقيقي للطفل هو الدهون. يتحد أسليم ويا إرمز لإثبات براءة أوزان. بينما تتمنى جوليدي إنقاذ ابنها، تتعلم أن الشركة تحتاج أيضا إلى الخلاص. سبتمبر يذهب إلى مقهى لتلبية متبرع الذي سوف يعطيها منحة دراسية. في الواقع، تم القبض عليه لمحاولته إلقاء اللوم على أوزان عندما يذهب إلى السجن يمسك الشاعر في اللحظة الأخيرة ويقول الحقيقة غير كوري نتيجة اختبار الحمض النووي رازي يقارن إيفيت ويا إرمس تقع العفة في الحب بمجرد أن ترى يا أوشنز ينتقل نيرمين للقاء الإرمل من خلال المعلومات التي قدمها به إرميت غير مدرك إلى أين هو ذاهب سبتمبر على وشك مقابلة نيرمين سيفعل ياغيس أي شيء للعثور على سبتمبر المختطف أسل إرم وأوزاني يختبئان من الشرطة من ناحية ومن ناحية أخرى يتابعان الحقيقة رازية محاصرة عندما علمت أن نرمين قريبة جدا من العثور على ابنتها سبتمبر يتلقى نتيجة اختبار الحمض النووي الصبي من يا لكن رجال عدنان اختطفوه قبل أن يتمكن من فتح الظرف ومعرفة ذلك. سوف يأتي الزيت بعدك. في الحقيقة، هو سيختطف الشاعر. ليس لديه نية لتسليمها إلى الشرطة. تم نقل كان إلى المستشفى مصابًا بجروح. عندما يكتشف الشاعر وأسليم هذا الأمر، يرفعان آمالهما. لكن إرمو لا يقتل كان. المحقق الذي استأجره نيرمين يجد إيل إرمل. نيرمين غير مدرك أنه سبتمبر، إنه سعيد لأنه تم العثور على ابنته. يا إرمز مصمم على جعل إيل إل يقول الحقيقة. كوراي، الذي يفيض بصبره على عدم قدرة يا إرمز إيل إرمل على الانفصال، مصمم على إثارة الأمور. عندما يتم سحق الشاعر تحت وطأة الجريمة التي ارتكبها، سيكون من الجيد في الواقع التواصل معه. مصير كان سيؤثر على مصيرهم كذلك. عدنان يضغط على إيل إرمل بسبب ديونه لإحسان. من ناحية أخرى، يعاني سبتمبر من ضغط كوري ويذهب إلى العيادة لإجراء الاختبار لمعرفة من هو الطفل حقا. توصلت يا إرمز، التي تتبعها إلى استنتاج مفاده أن الطفل قد يكون من نفسها وليس من كوراي بناء على حقيقة أن الإرم الخضع لاختبار الفاتح يحبس الشاعر يعتقد أوزان أن كان اختطف جوليدي وبينما كان يكافح مع كان أطلق إرمول النار على كان من مسافة بعيدة يعتقد الشاعر أنه أطلق النار على كان بنفسه الشاعر يبحث عن طرق لتعويض سليم. ومع ذلك، ليس لدى أسل إيرم أي فكرة عن مسامحة الشاعر. لقد أحببتك مرة واحدة. انتهى فيديو المعلومات الخاص بنا هنا. لا تنسى الاشتراك في قناتي وتشغيل الإشعارات.